بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في موضوع معدل تدفق المضخة يحدد سرعة المشغلات الهيدروليكية. Flow rate of pump determines speed of actuators. بداية دعونا نفهم أنواع المشغلات الهيدروليكية بشكل عام. في هذه الصورة أمامنا تقسم المشغلات الهيدروليكية إلى قسمان رئيسيان. القسم الأول وهو عبارة عن الأسطوانة الهيدروليكية الهيدروليك سلندر والأسطوانة الهيدروليكية يكون حركتها حركة خطية إما إلى الأمام وإما إلى الخلف. حركة الأسطوانة إلى الأمام يسمى extension stroke أو شوط التمدد، بينما شوط رجوع المكبس والذراع إلى الخلف يسمى شوط الرجوع أو retraction stroke. طبعا سرعة حركة ذراع المكبس هي السرعة الخاصة بهذه الأسطوانة. النوع الآخر من المشغلات الهيدروليكية هي ما يسمى بالهيدروليك موتور أو المحركات الهيدروليكية. والمحركات الهيدروليكية تكون حركتها حركة دورانية. طبعا هذا الرمز رمز الدائرة وسهمان مظللان باتجاه الداخل هو رمز الهيدروليكي للماتور أو المحرك الهيدروليكي. لاحظ بما أنه يوجد سهمان مظللان باتجاه الداخل، معنى هذا أن هذا المحرك الهيدروليكي يدور في اتجاهان مختلفان، بمعنى إما مع عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. لاحظ بالنسبة لهذا الجزء المتصل مع المحرك الهيدروليكي، هذا عبارة عن اللود والذي بدوره تقوم الماتور الهيدروليكي يقوم بتدويره بسرعة دورانية، وتكون وحدة السرعة الدورانية هي بوحدة الريفوليوشن بير مينيت أو اختصارا بالآر بي ام. بالنسبة لاتجاه دوران هذا اللود إما يكون مع اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. بالنسبة لعملية قياس معدل التدفق الذي تنتجه أي مضخة هيدروليكية، يتم هذا القياس بواسطة جهاز يسمى بالفلو ميتر أو جهاز قياس معدل تدفق المضخة. دعونا نفهم هذا الجزء من الدائرة الهيدروليكية البسيطة. هنا التانك أو الخزان الهيدروليكي، في بعض الأحيان يسمى بالريسيرفوار. طبعا داخل هذا الخزان يوجد السائل الهيدروليكي هيدروليك فلويد. طبعا هذا الجزء في منتصف الخزان، طبعا هذا عبارة عن الفاصل بحيث يفصل منطقة سحب المضخة عن منطقة رجوع السائل الهيدروليكي إلى الخزان. هذا الخط يسمى خط السحب أو suction line، في بعض الأحيان يسمى باللو بريشر لاين. طبعا هنا في نهاية خط السحب يوجد فلتر ويسمى فلتر خط السحب suction line filter. هذه عبارة عن البامب hydraulic pump. هذه المضخة يتم تدويرها أو تشغيلها بواسطة ماتور كهربائي. لاحظ عملية الوصل بين عمود المضخة وعمود الماتور الكهربائي عن طريق ما يسمى بالكوبلينج. طبعا لاحظ هنا السائل المضخة عندما تعمل يقوم خط السحب سحب السائل الهيدروليكي باتجاه بوابة الدخول، ثم يخرج السائل الهيدروليكي من بوابة التصريف باتجاه النظام الهيدروليكي. لاحظ هنا تم تركيب جهاز قياس تدفق حتى نقيس كم مقدار معدل تدفق السائل الهيدروليكي الذي ينتج من المضخة. طبعا بالنسبة لوحدات القياس بالنسبة لمعدل تدفق المضخة يوجد وحدتان. الوحدة في النظام البريطاني هي الجالون بير مينيت،
أو بمعنى جالون لكل دقيقة. أما في النظام المتري فالوحدة هي لتر لكل دقيقة. طبعا يمكن التحويل بين هاتين الوحدتين من خلال معرفة العلاقة بين الواحد جالون واللتر. طبعا الواحد جالون تقريبا يساوي تقريبا 3.18 اللتر. إذا من خلال هذه العلاقة بين الجالون واللتر يمكن تحويل الجالون لكل دقيقة إلى لتر لكل دقيقة أو العكس. بالنسبة للرمز الهيدروليكي لجهاز قياس التدفق، هذا هو الرمز الهيدروليكي للفلو ميتر. لاحظ عبارة عن دائرة، هذه الدائرة تكون صغيرة أصغر من الدائرة التي يتم تمثيل المضخة من خلالها، وداخل هذه الدائرة يوجد قوسان باتجاهان متعاكسان. بشكل عام أي جهاز قياس في دوائر الهيدروليك دائما وأبدا الرمز الأساسي له هو عبارة عن دائرة صغيرة. على سبيل المثال قياس الضغط أو البريشر جيج، جهاز الذي يقيس درجة الحرارة، أو الجهاز الذي يقيس معدل التدفق إلى آخره. دعونا نفهم علاقة التدفق بسرعة المشغلات، وهنا سأتحدث عن المشغل الذي يكون على شكل أسطوانة هيدروليكية. بداية دعونا نفهم الأجزاء الأساسية لهذه الدائرة الهيدروليكية البسيطة. لاحظ بالنسبة لهذا الجزء، هذا عبارة عن الخزان أو التانك، هذا عبارة عن الماتور الكهربائي، هذا عبارة عن البامب أو المضخة، هذا طبعا خط السحب أو السكشن لاين، هذا الديسشارج لاين أو خط التصريف، هذا عبارة عن بريشر جيج ساعة قياس ضغط. لاحظ هنا يوجد نقطة تفرع للسائل الهيدروليكي. هذا الجزء ينتهي ب لبريشر ريليف فالف، صمام حد الضغط. لاحظ صمام حد الضغط مضبوط على ضغط أعلى من الضغط التشغيلي 1000 PSI، ما يعادل 69 بار. أيضا لاحظ يمكن التحويل بين وحدة البي اس اي والبار. في النظام المتري البريطاني عفوا نستخدم وحدة البي اس اي، بينما في النظام المتري نستخدم وحدة البار. وللتحويل بين هاتين الوحدتين نقول كل 14.5 بي اس اي، هذه تكافئ 1 بار. إذا يمكن من خلال هذه العلاقة بين البار والبي اس اي التحويل بين وحدات الضغط في النظام المتري والنظام البريطاني. لاحظ هنا هذا الخط الراجع إلى الخزان ولكن عبر الريليف فالف. هنا جهاز قياس التدفق أو الفلو ميتر الذي يقيس معدل التدفق المضخة. لاحظ هنا في هذه الدائرة الهيدروكية هذا الجهاز يقيس مقدار تدفق بمقدار 5 جالون لكل دقيقة. طبعا هذه تكافئ 18.92% من اللتر لكل دقيقة. في نهاية هذه الدائرة الهيدروكية يوجد هذه الأسطوانة الهيدروكية. لاحظ بالنسبة لحجم هذه الأسطوانة، لاحظ هنا cylinder capacity is 5 gallons، بمعنى آخر عندما يكون ذراع التمدد مفتوح أو بارز إلى الخارج بشكل كامل يكون الحجم الداخلي لهذه الأسطوانة 5 جالون. إذن سعة، نقول أن سعة الأسطوانة عندما يكون ذراع الأسطوانة مفتوح أو إلى الخارج بشكل كامل يكون السعة هو 5 جالون أو ما يكافئ 18.92% من اللتر. إذا لاحظ بما أن سعة هذه الأسطوانة 5 جالون والمضخة تعطينا تدفق بمعدل 5 جالون لكل دقيقة،
إذن حتى تمتلئ هذه الأسطوانة بالكامل، بمعنى حتى يدخل السائل الهيدروليكي ويبدأ الأسطوانة بعمل شوط التمدد، من بداية شوط التمدد ولغاية نهاية شوط التمدد يدخل ما مقداره 5 جالون إلى هذه الأسطوانة. إذن حتى يحصل شوط التمدد بالكامل، إذن يلزم 5 جالون في الدقيقة. إذن سيتحرك ذراع مكبس الأسطوانة بالكامل خلال دقيقة واحدة. إذا نقول أن ذراع الأسطوانة هنا تتحرك أو تندفع بالكامل خلال دقيقة واحدة. طبعا لاحظ هنا بالنسبة لهذا الخط، هذا الخط والخط الراجع من الأسطوانة الهيدروكية باتجاه الخزان، ولكن لا ننسى أنه يجب أن يكون هناك صمام تحكم توجيهي Direction Control Valve حتى يتحكم بشوط التمدد وشوط الرجوع. لاحظ الحالة الثانية هنا، نفس الدائرة الهيدروليكية. لاحظ لو كان معدل تدفق المضخة البمب فلو ريت 2.5 جي بي ام، بمعنى معدل التدفق للمضخة 2.5 جالون لكل دقيقة، بمعنى كل دقيقة تعطينا المضخة 2.5 جالون. طبعا تم تحديد هذا المعدل من خلال قراءة جهاز قياس التدفق. لاحظ أعطانا قراءة مقدار 2.5 جالون لكل دقيقة. لاحظ بما أن المضخة تعطينا خلال دقيقة واحدة 2.5 جالون، وسعة الأسطوانة الهيدروكية بالكامل هو 5 جالون، إذن حتى تندفع أو حتى يندفع ذراع الأسطوانة إلى الأمام بالكامل يتطلب اندفاعه بالكامل فترة زمنية مقدارها دقيقتان. إذن هنا نقول أن سرعة الأسطوانة في هذه الحالة هي نصف سرعة الأسطوانة في هذه الحالة، أو نقول أن المضخة عندما كانت تعطينا تدفق بمعدل 5 جالون لكل دقيقة كانت سرعة الأسطوانة الهيدروكية هي ضعف سرعة الأسطوانة الهيدروكية في حال أن المضخة تعطينا تدفق بمقدار 2.5 جالون لكل دقيقة. طبعا لاحظ بالنسبة لعملية قياس الضغط هنا، طبعا هنا الضغط الذي يقيسه البريشر جيج هنا هو الضغط التشغيلي أو الأوبريتنج بريشر، ببساطة لأن صمام حد الضغط هنا مغلق، إذا لا يسمح للسائل الهيدروليكي بالرجوع إلى الخزان. إذا السائل الهيدروليكي بالكامل سيندفع باتجاه الأسطوانة الهيدروكية ويحدث شوط التمدد. إذن بشكل عام هناك قاعدة بالنسبة لسرعة المشغلات الهيدروكية سواء كانت أسطوانات هيدروكية أو محركات هيدروكية، كلما زاد معدل التدفق الذي تنتجه المضخة تزداد سرعة هذه المشغلات. إذن هذا كل ما يتعلق بالنسبة لسرعة المشغلات وعلاقتها بتدفق المضخة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.